بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، الموضوعات التي تطرقنا إليها أمس في المحاضرة نعتبر أن موضوع اليوم يعتبر تكملة لها، والعنوان الذي اختير للمحاضرة هو المصادر الأصلية والتبعية في الفقه الحنفي وكيفية التعامل معها. من بين الأمور التي كنا وضحنا أمس أن المذهب الحنفي له تقدم وسبق في تدوين الفقه بشكل عام، وجميع من دون من الفقهاء كتب المذاهب هم نسجوا في التقسيمات للأبواب، وحتى في اختيار العبارات في كثير من الأحيان أنا على نفس المنهج. وحينما يتطور الأمر فوقت ذاك يكون هناك مزايا وخصائص لكل كتاب أو لكل كتاب في المذهب. كما هو المعروف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله كان له منهج لإقرار المسألة أن تناقش وتناقش وتناقش من قبل المتميزين في الحديث واللغة والفقه والقياس وخصائص أخرى من أصحابه، ثم يأمر بالتسجيل، وكانت هناك سجلات خاصة كما ورد في أكثر من مصدر، كانت بعد التنقيح تدون. ولكن الإمام محمد بن الحسن الشيباني حينما ألف فاختار طريقة التصنيف والتأليف، ولكن الأساس كان موجود حتى في زمن الإمام رحمه الله. تميز الفقه الحنفي في ناحية كثرة وغزارة المؤلفات، وهي تشمل الفقه والقواعد الفقهية والوصول والتفسير والحديث. والتأليف في المذهب الحنفي بدأ مبكرا في عصر كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، فهناك كتب مؤلفات لأبي يوسف ولتلاميذ أبي يوسف وتلاميذ محمد رحمهم الله. هذه الكتب التي ألفت هي متعددة من ناحية المناهج والأنماط. هناك كتب عامة التي تحتوي أكثر من موضوع، والكتب الخاصة التي اقتصرت على موضوع واحد. ثم في العصور المتأخرة هناك ألفت المتون والمختصرات، كما جاءت المنظومات والشروح والحواشي وكتب الخلاف وكتب الفتاوى والواقعات. هذه الجوانب. فإذا أردنا أن نعرف ما هي المصادر الأصلية للفقه الحنفي، فحسب تتبعي يوجد لدى الباحثين في الفقه وتاريخ المذاهب الفقهية توسع في استخدام لفظ المصادر مكان المراجع، والمراجع مكان المصادر، وإطلاق أحدهما مكان الآخر بجعل أو لا يجعل تحديد المصادر بدقة
أو التفريق بين المصادر والمراجع وكذلك بين المصادر الأصلية والتبعية أمرا صعبا. حينما نرجع إلى الكتب المحققة أو الكتب التي تصدر في هذا العصر فنجد هناك نوع نقول من التوسع أو النوع من الخلط بين المصادر الأصلية والتبعية. هناك فيه أمر في واقع الكتب أيضا مشكلة، لأن المصدر أو المرجع الرئيسي إذا صح التعبير فيكون مرجعية أو المصدرية الأساسية، مش مرجعية مصدرية، لكتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وهي الكتب التي تسمى بكتب الأصول أو كتب ظاهر الرواية، والكتب الست هي المبسوط ويسمى الأصل أيضا، وهو أكبر ما وصل إلينا من مؤلفات محمد بن الحسن الشيباني. طبعا النسخة المطبوعة لا يوجد فيها أبواب كثيرة مثل ما ألف الإمام رحمه الله، قد يكون هناك في بعض المكتبات نسخة خطية تكمل فيما بعد، ولكن بالسعة التي كان ألفها محمد بن الحسن الشيباني نسخة المطبوعة لا يعتبر كاملة. الجامع الصغير ويشتمل على نحو 1532 مسألة، جمع فيها ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة. الجامع الكبير جمع فيه ما رواه بلا واسطة عن أبي حنيفة. وينبه ابن عابدين الشامي رحمه الله بأن محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله حينما يسمي كتابه الكبير هو ما سمعه من أبي حنيفة مباشرة، وإذا سمى كتابه الصغير فما سمعه بواسطة أبي يوسف، وكذلك السير الصغير والسير الكبير. والمسائل المذكورة في هذه الكتب تسمى بمسائل الأصول أو مسائل ظاهر الرواية أيضا باعتبارها متواترة ومشهورة في نقل مسائل المذهب تمييزا لها عن المسائل التي وردت في كتب الإمام محمد الأخرى مثل كتاب الحجة لأهل المدينة والرقيات والنواذر والجرجانيات والهارونيات وغيرها. أساسا ليكون أمر واضح، هناك فيه ثلاث طبقات من المسائل: مسائل ظاهر الرواية وهي ما ورد في كتب محمد الحسن الشيباني الست، ومسائل النوادر وكان مصدرها نوادر المعلى بن منصور تلميذ أبي يوسف، أوسع كتاب لجمعها، ورقيات الجرجانيات وغيرها، هذه تعتبر نوادر. والنوادر باعتبار أن روايتها عن الإمام ليست بنفس الوضوح بنفس التواتر بنفس الشهرة التي تميزت بها مسائل ظاهر الرواية. هناك شيء ثالث في المذهب الحنفي اللي يسمى بالفتاوى والواقعات، والمراد بالفتاوى والواقعات في الفقه الحنفي عبارة عن مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون من علماء المذهب لما سئلوا عنها. يعني عادة يصير هناك نوع من سوء الفهم بأن كتاب الفتاوى مثل ما تنشر كتب الفتاوى في هذا العصر بأن الشيخ أو لجنة هي تقوم بإصدار الفتاوى، هي تجمع في كتاب. هناك لا، هناك فيه مسائل استنبطها المتأخرون حينما لم يجدوا رواية عن الإمام، فهذا أيضا موجودة في كتب الواقعات والفتاوى، ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين عن الإمام أبي حنيفة. ومن أقدم ما ألف في الفتاوى كتاب العيون والنوازل لأبي الليث السمرقندي، والنوازل والواقعات للناطفي، ثم الواقعات للصدر الشهيد، وهذه الكتب خاصة بهذا الفرع. أما كتب النوادر فكما قلنا بأن فيها نوادر منقولة عن أبي يوسف ومنقولة عن غيره. يقول العلامة ابن عابدين الشامي إن كل تأليف لمحمد وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف،
عن الإمام، وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة. وذكر ابن عابدين أن مؤلفات الإمام محمد يبلغ نحو 1000 كتاب بين صغير وكبير. قد يستغرب الإنسان 1000 كتاب. هناك في نفهمها، كان عندنا في الهند في القرون المتأخرة الشيخ أشرف علي الثانوي، لو واحد جمع مؤلفاته ففعلا تبلغ مؤلفاته 1000 كتاب، فيه رسالة صغيرة وفيه كتب ضخمة. إذا جمعت في مواضي الشتات 1000 كتاب في هذا القرن، ففضلا أن يكون في القرون السابقة أحيانا يكتب عن الأشربة، مثلا كتاب الأشربة أو كتاب المضاربة أو كتاب المزارعة، وهذه كلها قد يسمى بكتاب. الحاكم الشهيد محمد بن محمد المتوفى سنة 334 جمع اختصر كتب ظاهر الرواية، لأنه نريد أن نصل إلى النتيجة بأن ما هو المصدر أو ما هي الكتب المصادر الأساسية. فقلنا المصادر الأساسية أو الأصلية في المذهب الحنفي إذا أردنا بدقة ما هو المصدر ليس استخدامات الباحثين، فنكتفي بكتب محمد بن حسن الشيباني 6 ظاهر الرواية. ولكن القاضي المفتي في هذا العصر أو المدرس أو الباحث حينما يكتب ويأخذ مذهب الإمام، فتجد في الكتب المتأخرة فيه خلط أو دمج أو جمع. مولى ابن منصور جمع النوادر، ولكن حينما نقرأ مثلا كتاب من كتب الإمام ابن عابدين أو الكتب الأخرى المتأخرة، فنجد هناك فيه جمع ما هو من النوادر، ما هي من ظاهر الرواية، وما هي من الفتاوى الواقعات. فالإمام الحاكم الشهيد جمع في كتابه الكافي كتب الإمام محمد 6، حذف منها التكرار وجمعها في كتاب واحد، فهذا يمكن أن نطلق عليه مصدر لأنه يجمع نفس الكتب ظاهر الرواية. زاد عليه الإمام السرخسي رحمه الله فشرح كتاب الحاكم الشهيد في المبسوط، فباعتبار أنه مبسوط متأخر ممكن نقول له من كتب المراجع، باعتبار أنه شرح للحاكم الشهيد تصنف في الشروح، باعتبار أنه أساسا هو يدور الكتاب حول كتب ظاهر الرواية أو كتب الأصول أو ما كان ملخص من الحاكم الشهيد، نعتبرها أيضا من المصادر الرئيسية. والعجيب في أمر هذا التأليف كما ذكره هو بنفسه في مقدمة كتابه بأنه كان مسجونا في جب، فأتوا له أصحابه وطلبوا منه أن يملي له ليونسه في الجب، فأملى. ولكن من قرأ 30 جزءا من المبسوط يحتار ماذا كان هذا الإنسان، الأدلة النقلية والأقلية وحتى من اللغة وفي كل مسألة واحد يملي من الجب وهو مسجون كتاب بهذه العظمة، هذا الشيء توفيق من الله سبحانه وتعالى. وله مؤلفات أخرى كما ألف أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي أول كتاب جمع فيه فتاوى النوازل والواقعات، قلنا له كتاب آخر العيون أيضا ولكن لم أره مطبوعا. ومن هناك فيه كتب اللي نسميها المتون، والمتون أيضا عند الأحناف يطلق المتون 3 المتون 4. هذه المتون باعتبار أنها متأخرة نعتبرها، لا نعتبرها من الأصول، ولكن باعتبار أن هذه المتون تشمل القول المختار للفتوى وغيرها فأيضا نرجع إليها. ومن المتون المعتبرة في الفقه الحنفي البداية، هذا لصاحب الهداية، ومختصر القدوري ومختصر الطهاوي وتهفة الفقهاء. تجد في مختصر الطهاوي على سبيل المثال في مسائل لا يوجد في الكتب الأخرى، حتى أحد العلماء يقول من قرأ مختصر الطهاوي يجد أن الرجل كان مجتهدا ولم يكن مقلدا وجاء بمسائل تميز فيها. وكنز الدقائق وملتقى الأبهر والوقاية والنقاية، ومن أشهر المتون ذكرا وأقوى اعتمادا الوقاية والكنز ومختصر القدوري.
وإذا أطلق الكتاب عندنا مثل ما في النحو الكتاب وكتاب سيوه، كذلك في الفقه إذا أطلق عند الحناف الكتاب فيقصدون منه مختصر القدوري. هناك عنوان عندنا المصادر الثانوية، من المعلوم أن كل مصدر ثانوي يحتوي المصدر الأصلي مع الزيادة. إذا أخذنا كتاب للمتأخر فيأخذ من الذي سبق ويزيد عليه. ومن الكتب المهمة في الفقه الحنفي التي يمكن أن تعتبر من المصادر الثانوية أو كتب المراجع، يعني إذا فرقنا بين المصادر والمراجع، حتى التفريق دقيق لا يوجد عند الذين ألفوا في منهج البحث بين ما هي المصادر وما هي المراجع، يذكرون ولكن لا يلتزمون أنفسهم. نأخذ الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغناني المتوفى سنة 593، وقد جمع المؤلف بين مختصر القدوري والجامع الصغير في البداية وشرحها في كتاب الهداية، وصار من أهم أعمدة المذهب الحنفي. وشرح كتابه كثير من الفقهاء، وخرجوا حديثه وحرروا مسائله لصاحب الهداية، ولصاحب الهداية مصطلحات خاصة في كتابه، عنده منهج مثلا يؤخر القول الراجح، وهنا ما يذكر روي عنه أو روينا أمور أخرى، يعمل بدقة، يأتي بدليل نقلي ثم يردفه بدليل نقلي في كل مسألة. فمن الدقة حتى بعض الكبار كان يقولون والله لو كلفوني، كان الإمام الكشميري رحمه الله أنور شاه يقول لو كلفت أن أؤلف كتاب مثل فتح القدير أستطيع، ولكن لو ألفت أن أكتب صفحة مثل هداية فما أقدر بسبب دقته ورصانته. بدأ الصنايعي في ترتيب الشرائع للكاساني، وقلنا أمس بأن هو حفظ تحفته وتزوج ابنته وترك لنا كتابا بارعا جدا، الفتح القدير لكمال الدين بن الهمام. لا ننسى بأن قلنا من الأول بأن للأحناف كتب كثيرة مؤلفة، منها المتون، منها الشروح، منها وأقياد الفتاوى، منها كتب خاصة بالقواعد، يعني مكتبة وصفت بأنها يوصل إلى درجة التخمة. للمحقق بن الهمام آراء ودراسات خاصة ومنهج قوي في الاستدلال والاستنباط حتى أوصله البعض إلى درجة الاجتهاد. ينبغي ننتبه في كل مذهب، سواء كان مذهب المالكي أو الشافعي وغيره، في هناك أقوال معتبرة للفتوى وفيها اجتهادات خاصة لبعض الفقهاء منهم من أهل المذهب. الإمام ابن الهمام حينما يشرح الهداية فعنده براعة في الحديث وفي الفقه وفي الأصول، مؤلفاته شاهد على ذلك. فالرجل يأتي أحيانا بنقاشات عجيبة، يعطيك شعور بأنه رجل محدث، رجل فقيه له آراء، ولكن أهل الفتوى ماذا يقولون؟ يقول تلميذه قاسم القطلبغاء: أما الآراء الشاذة لشيخنا ابن الهمام فلا يؤخذ للفتوى أو لا تؤخذ للفتوى. وهذا دائما في كل مذهب، هناك رأي خاص لفقيه من الفقهاء من الحنابلة أو فقيه من الفقهاء من المالكية، لهم آراء خاصة هي مهمة قد نصدر له في العصر الحاضر على أي قول ضعيف أو قوي، ولكن كمنهج إنسان لابد يكون مطلعا بأن فيه اجتهادات. حتى الإمام الطحاوي رحمه الله له آراء خاصة، على سبيل المثال في مسألة الزكاة لبني الهاشم، في مسألة الصلاة الركعتين بعد الطواف إذا كان بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. عادة الفتوى عند الأحناف بأنه ما يصح، ينتظر الطائف إلى أن تطلع الشمس أو تغرب الشمس. ولكن في للطحاوي رحمه الله رأي بأنه يجوز، فأحيانا نستفيد منه إذا كان واحد على وشك السفر، عنده عجز، عنده كذا، ممكن يستفاد منه، ولكن لا يعتبر قول معتمد للفتوى بشكل عام عند المشايخ. ومن بين هذه الكتب فتوى قاضي خان، ولقد جمع فيه فتاوى في المسائل التي يغلب وقوعها، وصنفها على باب الفقه عند الحنفية: شرح الوقاية لبرهان الشريعة، الاختيار في تعليل المختار. عندي وقت قالوا لي ضيق جدا فنصر ونترك، ومجمع البحرين لمظفر الدين، وملتقى العبهر، والبحر الرائق
شرح كنز الدقائق لزين الدين زين العابدين إبراهيم بن نجيم المصري، وهو من الكتب المعتمدة في المذهب عند الأحناف. تبيين الحقائق لفخر الدين عثمان الزيلعي، الفتاوى البزازية، الفتاوى الهندية المنسوبة إلى ملك عالمجير. أمس سألني بعض الإخوة اللي كانوا موجودين أحيانا الفتوى لقول الإمام، الفتوى لكذا، الفتوى كيف نميز؟ فأنا قلت لهم بأن للتمييز هذا هناك كتب منهجية مثل شرح عقود رسم المفتي على سبيل المثال، أو أصول الإفتاء للشيخ تقي العثماني، يبين لك ماذا يختار. نحن طلبة العلم قسمان، في من هو باحث يجهز أو يعيد رسالة، وفيه من هو يتولى منصب الإفتاء أو القضاء. بالنسبة للباحث قد نقول له ارجع إلى المصادر الأصلية، أو خذ من كتب الإمام محمد، تأكد بأن هذه الرواية صحيحة وغير صحيحة. ولكن الشخص الذي ابتلي بمنصب هو قاضي الآن عنده مسألة في القضاء، أو عند هو مفتي يفتي، فهو ليس عنده يعني فرصة ليرجع الوصول ويحقق في كل مسألة مسألة، فهناك فيه حلول. وجزا الله خيرا المتأخرون نقهوا وبينوا. فإذا رأيتم دور الإفتاء عند الأحناف في هذا العصر، ففي معظم الأحيان يرجعون إلى الفتاوى الهندية عالمجيرية أو الحاشية ابن عابدين. لماذا؟ لأن فيها كتب مسائل ظاهر الرواية، وفيها مسائل النوادر، وفيها مسائل الواقعات والفتاوى، ما التنقيه وما الترجيح، ما نقل من مشايخ المذهب من الترجيحات. عالمجير كان من الملوك الراشدين، يعني في الهند جاء طاغوت اسمه أكبر من أباطر المغول، ثم جاء ابنه وبجهد الشيخ أحمد السرهندي رجع إلى الإسلام، ذاك كان اخترع دينا جديدا، وبعد ابنه جاء عالمجير وهو من الراشدين، رجل زاهد وعالم، وهو الذي أراد أن يكون هناك كتاب لا يحتاج كل شيخ من المشايخ يرجع إلى كتب الأصول ويجتهد ويختار مرجحات، لا، يجمع في كتاب واحد. إذا أراد المفتي أن يفتي فالفتوى الأقوال اللي هي تصله للفتوى أو هي مرجحة عند المتأخرين وعند القدامى، تغير الفتوى حسب الظروف أحياناً وأسب الأماكن وغيرها، فله مرجعية. فالذي يريد أن يبحث مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، المذهب الحنفي، يرجع إلى العالمجيرية، القول الراجح المفتبه هذا هو اللي يفتي عليه، يرجع إلى حاشية ابن عابدين لأنه نقها وعنده أيضا تنقيه الفتاوى الحامدية. فكتب هذه هي تساعد للقضاة والمفتيين بشكل عام. أما الناس الذين عندهم تحقيق عندهم وقت للبحث عن كل مسألة مثلا، وقد يعترضون حتى ما نقله ابن عابدين وغيرها. فقلنا الفتاوى الهندية المنسوبة إلى الملك عالمجير والمؤلفة من قبل جماعة مكونة من 15 عالما من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام الدين البرهانبوري، وقد جاء في مقدمة الكتاب أنهم اقتصروا في الغالب على ظاهر الروايات ولم يلتفتوا للنوادر إلا قليلا، وذلك فيما لم يجدوا جواب المسألة في ظاهر الروايات. وهو من الكتب المفيدة والمعتمدة لدى أرباب الإفتاء. ليش مفيد معتمدة؟ لأنه يذكر ترجيح. أنا لو بحثت في مسألة جزئية ما هو الأرجح ما هو الأصوب فقد أحتار، أجد أحيانا أكثر من قول، مثل ما الإمام محمد رحمه الله عنده في كل مسألة كذا قول. المشايخ في كل مذهب لهم آراء لهم أقوال، فالذي رجح في النهاية، فمن أجل ذلك يعلم الطالب مو من أول يوم الاجتهاد، يعلم ماذا كيف يتعامل مع هذه الكتب حتى ما يقع في خطأ. أنا أذكر عن نفسي دخلت في هذه الجامعات الهندية القديمة لتدرب الفتوى عندهم نظام، بعدما يتخرج سنة أو سنتين يعني تمارس عمليا مهنة الفتوى. فأول مسألة تأتي الأسئلة من الناس من الجماهير بالبريد فيوزع على الشباب، فكتبت
وذكرت في الدليل حديث من الحديث، فناداني شيخ اللي كان يدربني وهو فقيه، كان يحفظ المتون والشروح بشكل لا يتصور، متمكن في الفقه والحديث وفي علم الكلام والعلوم بشكل حتى في النحو وغيرها. كان اسمه شيخ محمود حسن القنقوهي، كان من كبار الفقهاء. فناداني قال: بدر أنت مجتهد؟ قلت يا شيخ أول يوم جيت عندك تدرب. فقال: روح ابحث المسألة في الكتب الهندية، رد المعتار، حتى يكون عندك ميزان، يعني كيف تفهم. اليوم أخذت الحديث، ثاني يوم تجيب لي حديث آخر وتنسى ما وراه من الحديث وغيرها. فمن أول يوم لا يطلع إنسان مجتهد، لابد يتدرب فترة على كتب المذهب إلى أن يصل يتمكن، فوقت ذاك إذا ربنا يوفقه فيكون مستواه عالي. كذلك رد المعتار لابن عابدين الشامي، وهي حاشية على الدر المختار شهر تنويل الأبصار لمحمد بن علي الحسكفي، وكان من الإيجاز قد بلغ حد الإلغاز، حيث أصبح من الكتب التي لا تعتمد في الفتوى. الآن أذكر في النهاية في بعض صفحات بأن هناك كتب وصفت بأنها لا تصلح للفتوى، مع أنها هي معتمدة. قلنا كتب المتون معتمدة، والدر المختار كتاب نفيس وعظيم، ولكنه المفتي لا يرجع إليه مباشرة. ليش؟ هناك فيه مخاوف. ما هي المخاوف؟ بعدما ذكرنا كتب الفتاوى والمسائل النوادر والواقعات وفتاوى شمس الأئمة الهلواني وخهرزادة وخلاصة الفتاوى لآخره، ذكرنا أرضا موضوع المذهب عند الحنفية، فيه دراسة مطبوعة من جامعة أم القرى، وأنصح الناس الذين يريدون أن يعرفوا أن يكون عندهم منهج ألا يتركوا شرح وقود رسم المفتي وكتاب مقدمة عمدة الرعاية لللكنوي، والنافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير لللكنوي أيضا، لأن هذه الكتب تعطيكم إفادات من هذا النوع بأن ما هي كتب الأصول وما هي كتب الشروح وما هي الكتب المعتمدة في المذهب وما هي من الكتب التي لا يؤخذ منها للفتوى. أنا عندي عنوان الكتب الغير المعتمدة، لأن الوقت يكاد يدركني. ينبغي المفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة. قلنا بأن هناك فرق بين باحث اللي يحضر رسالة دكتوراه، وبين مفتي، وبين قاضي، وبين الإنسان الذي يريد أن يعلم حكم المسألة في المذهب الحنفي. فينبغي المفتي أن يجتهد في الرجوع إلى الكتب المعتمدة ولا يعتمد على كل كتاب، ولمعرفة الكتب غير المعتمدة علامات وأسباب. ما هي العلامات؟ ضعف الكتاب، مثل مشتمل الأحكام في الفتاوى الحنفية لفقه الدين الرومي بشهادة الفقهاء المعروفين الكتاب غير موثوق به. المتمكنون في الفقه يرون بأن هذا الكتاب لمشتمل الأحكام ولمره مطبوعا هذا لا يوثق به لأنه ينخل الغث والسمين. العلامة الثانية أو المحظور الثاني قد يحصل الاختصار المخل بالفهم، مثل كتب القواعد والأشباه والنظائر، وقد عد البعض النهر الفائق شرح كنز الدقائق ورمز الحقائق العيني ودر المختار الحسكفي من هذا النوع. هناك كتب اختصر العلماء اختصارا دقيقا، كان الناس يحفظون المتون فوقت ذلك كانوا يختصرون، ومرات يصير رمز فقط، مسألة البيري جحة جيم حاطة وجيم إلى نجاسة وحاء إلى البقاء لحالتها وطاء إلى الطهارة، هذا من الذي يفهم؟ مثل الغاز. فواحد لو إنسان لم يمارس نفس المذهب فهينما يقع في الكنز مثل على هذه الأشياء فبدل يخشى أن يقع في الخطأ. وهناك كتب هي مختصرة للحفظ، ولكن المفتي لا نقول خذ منه لأنه لا يدري ما هو الرمز، قد يقع في خطأ في نسبة القول للإمام وغيره. فإذا كان كتاب مختصرا اختصارا مخلا بالفهم
ولا يؤخذ. اشتمال الكتاب إلى رواية ضعيفة ومسائل شاذة وغريبة تم تدوينها دون تنقيح وتمحيص، وقد عدل بعض فتاوى ابن نجيم من هذا القبيل مع جلالة شأن المؤلف وعظيم مكانته. ابن نجيم فقيه معروف، له البحر الرائق فعلا رائق، وحتى أهل الإفتاء يرجون إليه، ولكن منسوب إليه الفتاوى. هذه الفتاوى لا يؤخذ برمتها إلا إذا كان هناك مؤيدات أخذت منها وتنقل من ابن عابدين وغيره. القنية للزاهدي لمختار بن محمود المعروف بابن رجا، الفتاوى الصوفية، هذه الكتب من الكتب غير معتبرة أو غير معتمدة في المذهب للفتوى. فتاوى الطوري، سراج الوهاج للحداد، له كتاب قيم نستفيد منه في شرح القدوري الجوهر النيرة، ولكن سراج الوهاج كفتوى لا نأخذ منه لأنه اعتبر من الكتب غير معتمدة في المذهب. كون الكتاب في علم آخر غير الفقه، الآن مشكلتنا نأخذ مثلا فيه واحد كاتب بحث في علم الفلك وذاكر فيه أرضا مسألة من مسائل الفلك أو شيء من هذا النوع، أو كتاب يكون في أصول الفقه ويذكر أمثلة منه في أصول الشاشي في نور الأنوار وغيرها وغيرها عند الأحناف، فالمفتي ما يأخذ من كتب الأصول، هناك تذكر أمثلة للتدريب فقط، ولكن ما هو الأصح، ما هو الراجح، ما عليه الفتوى، ما هو المختار، هذا الموضوع يحتاج إلى دقة أكثر. فكون الكتاب في علم آخر غير الفقه أيضا يجعله غير معتمد، مثل الكتاب يكون في التصوف في حكمة التشريع، نقرأ مثلا على سبيل المثال حجة الله البالغة، كتاب قيم عظيم في أسرار الشريعة، ولكن لا يعتبر من الكتب المعتمدة للفتوى، لا يؤخذ منه مثلا، أولا باعتبار أن الإمام الدهلوي ليس حنفيا ملتزما، ثانيا الكتاب فيه كل شيء، فهناك تجد فيه عالم المثال وفيه مصطلحات التصوف وفيه أمور أخرى، فقد يلتبس الإنسان، لأن المسائل تذكر فيها تبعا لا أصالة، فتدخل فيها مسائل غير محررة، وقد لوهذ ذلك في عمدة القاري للعيني، الأحناف دائما يذكرون العيني بإجلال في مقابل فتح الباري، ولكن هذا في شرح الحديث، ولكن المفتي ما يأخذ مباشرة من عمدة القاري، قد يستانس يأخذ من من الرد المحتار ويذكر مؤيده أو مذكور في عمدة القاري، ولكن ككتاب فتوى لا يؤخذ. إن أحكام القرآن لجصاص وشرح عن الأثار للطهاوي من الكتب المعتمدة، لكن التعامل معها يكون بأسلوب آخر، هناك كتب معتمدة ولكن فيه أشياء، الجصاص الرازي فقيه هنفي بارع ولكن له آراء شاذة حتى عند الأحناف غير مقبولة، ما كتب عن السحر وغيرها وغيرها أو عن الموعوذتين غير مقبولة، فلا يؤخذ برمته. هناك قد ينقل استناسا أن يكون المؤلف مجهولا، مثل لطف الله النسفي صاحب خلاصة الكيداني، يوم ذاك ذكر أحد الدكاترة الدكتور علي بأن فيه بعض الناس إذا رفوا سبابة يكسرون، هذا ليس من المذهب، فيه كتاب يقولون كان مشهور تونا داني تانا خاني تانا خاني خلاصة كيداني تداني طريق نماز كيداني، يعني إذا ما عرفت الخلاصة هذه الكيدانية فكيف تعرف طريقة الصلاة. هذا الكتاب كان رائج في بعض مناطق البرهان في السرحد وفي الأفغان وغيرها، وبعضهم أخذين رأي الإمام أحمد السرهندي في رفع السبابة، ولكن رأيه شاذ بعيد لم يقره الأحناف بشكل عام، مثلما المالكية حينما يأخذون يقرؤون قول الإمام مالك رحمه الله في الصيام ست من شوال، المالك ما يقر بذلك، ولكن هذا بشكل عام مالكية يصومون ست من شوال، مالك رحمه الله كان عنده نظرة بأن قد يلتبس على الناس بأن فيه زيادة في الصيام وشيء من هذا النوع مبررات أخرى. فأقول هناك في أشياء في كتب الأحناف المتأخرة بعض الأمور مذكورة، ولكن هي ليست معتمدة في المذهب، في كتاب تزيين
عبارة في تحسين الإشارة للعلامة ملا علي القاري. فتحريك مسألة رفع السبابة يعني عند الأحناف سنة مثل ما عند غير من الفقهاء. فإذا كان في الخلاصة الكيدانية أو في أي كتاب آخر جزء من هذا النوع نقول بأن هذا ليست معتمدة للفتوى. أن يكون المؤلف مجهولا من بينهم محمد بن عبد الله الهروي المعروف بملا مسكين، ما دام مسكين خلاص نتركه مسكينا، صاحب شرح الكنز، ومحمد بن حسام الخراساني المعروف بالخوستاني صاحب جامع الرموز. لا يعني أن كتبه ما فيه فائدة، فيه كتب يعني موجودة كمصدر نستفيد منه، ولكن للفتوى لابد نتأكد ما هو المدرج فيه بالمقارنة مع الآخرين حتى يكون فتوى صحيح للمذهب. أن يكون المؤلف معروفا بفساد العقيدة مثل زمخشري، زمخشري معتزلي في نفس الوقت هو حنفي في الفقه يتبع مذهب الإمام، ولكن في العقيدة له منهج آخر، والأحناف أنفسهم ردوا عليه النزلة الاعتزالية في الكشاف. الكشاف كتاب بارع، إذا واحد يريد بلاغة القرآن، حتى قيل بأن لم يعرف بلاغة القرآن إلا العرجان، أحدهما من زمخشر وثانيهما من جرجان، يعني يقصدون عبد القاهر الجرجاني وزمخشري، فهو كتاب قيم. ولكن الذي يقرأ الكشاف لزمخشري فيقرأ يعني يكون منتبه بأن ما يفسره فيه نزعة قد تكون نزعة اعتزالية، وكتب الأخرى حتى لو ذكر مذهب فلا يؤخذ منه. أن يكون الكتاب مشكوكا في نسبته إلى المؤلف مثل مخارج الحيل المنسوب إلى أبي يوسف. المخارج والحيل من المواضيع الشائكة، والإمام ابن القيم رحمه الله يذكر في إعلام الموقعين بأن هناك من الحيل يؤدي إلى الكفر، ومن غير الصحيح بأن ينسب إلى أي واحد من أئمة الفقه. لا يمكن يقوله مثلا واحد يحتال حيلة يرتد ليستفيد شيء، أو شو اسمه يخرج من الزواج، أو يحافظ على حجي وشيء من هذا النوع، هذا كفر صريح. والأحناف حساسين في مثل هذه المواضيع بأن حتى لو قال واحد بدل مصحف مصحف يريد إساءة فيكفر، ففضلا يكون هناك مخارج وحيل يعني. فأمور هذه معروفة بأن الفقهاء المتقدمون ما يقولون. نعم هناك فيه مخارج لمن يقع في بعض المحارج يعني كانوا كحرج، ولكن في نفس الوقت له حيلة ليخرج منه لا يقع. وفي القرآن ذكر موجود، خذ ضغثا ضغثا سيدنا أيوب بدلا يضرب زوجتها بالعصي ربنا دل إلى طريق، وغيرها من الأمور. فكان يأتي الإمام هنيفة رحمة الله شخص وواقع فيه هرج ويدله إلى طريقة مثلا ينقذ زوجته من الطلاق ومن هذا النوع، فهذه الأمور من المخارج من غير ارتكاب المحارم. فيقول إذا كان كتاب مشكوكا في نسبته إلى المؤلف مثل المخارج والحيل المنسوب إلى أبي يوسف. عندنا في الهند فيه الفتاوى العزيزية، وأنا زدت إليه ربطت إليه الفتاوى الرشيدية. طبعا كلاهما ليست باللغة العربية، فلا خوف عليكم. الشيخ عبد العزيز محدث الدهلوي هو ابن ونجل الأكبر للإمام الولي الدهلوي، وعالم ثقة وله مؤلفات كثيرة، ولكن فتاوى العزيزية حينما دونت من الذي دونه لا يدرى. فهناك فيه يخشى أن يكون بعض الأشياء الملهقة من قبل ناس الفاسدي العقيدة وغيرهم. الفتاوى الرشيد هي نفس الشيء، فيه أشياء نرجع إليها، في بعض الأحيان يحتاج للتأكد من المصادر الثانية، وقد يترك الكتاب ويتعامل بهذر بسبب كثرة الأخطاء المطبعية ككتاب البناء للعيني. أمس قلنا إن أي واحد يريد أن يعرف أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله فمن مثل ما يقرأ كتاب معطل مالك، شرح معاني الآثار للطهاوي، كذلك علاء السنن، كذلك البناية للعيني
ولكن البناية المطبوعة في بيروت فيها أخطاء قد يؤدي إلى التصحيف، فالإنسان اللي غير متمرس أو غير متدرب قد يقع في خطأ بسبب النقل. هناك كلمة واحدة لا، بدأ لا صار يجوز، لا يجوز صار يجوز، فيلتبس له الأمر. فأيضا تأكد إذا كان فيه تصحيف. بعض الناس عندهم ولع بأن يرجو للمخطوطات، شيء طيب، ولكن مخطوط في قراءته إذا كان فعلا المخطوط واضح ممكن، ولكن لا ينسى مباشرة إذا لم يكن مقروءا أو كان مطموسا أو شيء من هذا النوع. هذه بعض الاحتياطات. فالمصادر الأصلية والفرعية كثيرة. هناك لو كان مجال ذكرنا بأن للأحناف مثلا كتب خاصة فيها أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن للثانوي وشفيع رحمه الله العلامة محمد شفيع ومحمد يسر الكاتلبي، شو اسمه، تم تأليفه من خلال مجموعة من العلماء. للأحناف هناك كتب في القواعد الفقهية وكثيرة، كتب في الأصول على منهج المتكلمين، على منهج الحنفية وعلى منهج الأحناف نفسها، هذه كلها موجودة. ولكن خلاصة الكلام بأن هناك كتب معتمدة في المذهب للفتوى وفيه كتب غير معتمدة ومعها مصوبة بعض العلامات حتى يطبق على الكتب الأخرى شبيهة. يعني القائمة اللي ذكرتها فيها عندي قائمة أخرى غير هذا، فيه عشرات من الكتب من هذا النوع، ولكن لم أذكر جميعها لأني ذكرت المبدأ. يعني ما يكون إذا كان مؤلف مجهول، إذا كان الكتاب تروي رواية ضعيفة، إذا كان في غاية الاختصار، فهذه المبادئ في تنطبق على أي كتاب هي تعتبر غير معتمدة. هذه خلاصة ما أردنا إراده الآن. والشيخ سعداوي أبو بكر في انتظار أن أنهي، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والتزمنا بالكامل وعطاني لغاية دقيقة 20، أنا قلت لا 19 فوفرت له دقيقة واحدة. أي فضل. لو أخذت قلت يوم ذاك بأن علاو السنن على سبيل المثال، علاو السنن للثانوي، علاو السنن مطبوع في 22 جزءا فيها مذهب الأحناف ككل، في حتى في المذهب المالكي أهل الإفتاء لا يرجعون للفتوى إلى التمهيد، يأخذون كتب إما شروح أو المتون أو الكتب المتخصصة. ولكن لمعرفة ما هي أدلة أبي حنيفة في المسائل هذه أو ما هي أدلة المذهب الحنفي، قلنا إذا أراد أحد أن يتأكد من الأدلة المأثورة فقط فعليه بموطأ لمحمد رقم أول، عليه كتاب الحجة على المدينة رقم 2، عليه نصب الرأي للزيلئي رقم 3، عليه شرح معاني الآثار للطهاوي، عليه علاو السنن للثانوي، وهناك فيه كتاب زجاجة المصابيح ألفه أحد المشايخ الهنود على طريقة مشكات المصابيح نفسها مطبوع في 5 أجزاء، وفيه كتاب لمفتي عميم الإحسان أيضا معرفة السنن والآثار. هناك كتب كثيرة هي جمعت، وفي كتاب آثار السنن للنيموي بالإضافة إلى شروح الحديث، سواء كان عمدة القاري، سواء كان معرفة السنن للبنوري، سواء كان فيض الباري، فيها أدلة الأحناف مع مناقشة من يخالف الأحناف في الأدلة. فأخذت مثال معرفة السنن للبنوري، تجدون فيه مذاهب الفقهاء كلها، ومثل ما ذكرت أمس بالأمثلة بأن قضية واحدة مثلا لا تستقبل القبلة ولا تستدروها، كيف أبو حنيفة استطاع أن يجمع الكل وأخذ قاعدة كلية مع أنه لم يأخذ برواية ابن عمر؟ أو مثل قضية الإفطار في رمضان بالنسبة للمسافر، كيف فضل الصيام ولكن أجاز أو رخصة خلاها في مكانها للجمع بين الحديث؟ فللأحناف فيه طريقة أنيقة في هذا الباب، وخاصة شروح مثل أوجز المسالك لموطأ ممالك، مثل العمي الدراري على سيد البخاري، جميع الشروح سواء كان البخاري أو فتح الملهم على صحيح مسلم، هذه هي تجمع أدلة الأحناف.
ولكن متخصصة يعني تريدون فيه نوع من المقارنة وعليكم بشرح معاني الآثار وغيرها من الكتب الموجودة. وقلنا أمس بأن للحناف حتى في مجال رغم كل ما يقال عنهم بأنهم قليل الاهتمام بالسنن لهم سبق في تخريج حديث الأحكام. جميع من خرج حتى الإمام ابن حجر في التلخيص الحبير كان أمامه نصب الرأي الزيلي زاد ونقص على شيء ثاني ولخص. كذلك من خرج في القرون الأخيرة مذهب حديث مذهب أحمد بن حنبل ومن خرج غيره المرجعية هناك أيضا لنصب الرأي. كل مسألة اللي ذكرها الإمام المرغيناني في الهداية استوعب. فهناك فيه أمور موجودة. الدعاية أمر والباحث للباحثين لا منهج علمي غير. فعلينا أن نرجع إلى الكتب إلى كتب الأحناف لا الذين كتبوا ضدهم وروجوا ما روجوا. وبينا أمس هناك فرق بين ترك الحديث وبين التطبيق بين الحديث المختلفة وربط الحديث بنصوص القرآن لأن القرآن درجة الأولى من الأدلة عند الأحناف. وعندنا ليس شيء اسمه فقه السنة. فقه السنة نحن نفسره بمعنى فقه الحديث. أما الفقه الموجود سواء كان في القدوري أو في الجامع الصغير هو فقه الكتاب والسنة. أدلتنا القرآن والسنة والإجماع والقياس. والإجماع والقياس قلنا هي مكملة للكتاب والسنة نفسها يعني مستنبطة منها. والقياس مظهر لا مثبت. هذه المواضيع كلها كنقاط ذكرناها أمس ففيه كتب كثيرة من هذا النوع.